بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي جاء بالشريعة والطريقة والحقيقة، صلى الله عليه وآله وسلم. جاء بالشريعة وهي الإسلام، وبالطريقة وهي الإيمان، وبالحقيقة وهي الإحسان. فالحمد لله الذي أتم علينا الدين وجعلنا من أتباع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكفى بها نعمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على ذلك ويمتنا على ما أحيانا عليه غير خزايا ولا مفتونين. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. يقول: بعدما بين في الحكمة السابقة أن الأكوان في ظاهرها غرة وفي باطنها عبرة، الله سبحانه وتعالى خلق الأكوان وجعلها مشهودة محسوسة، وجعل من وراء الأكوان معنى مراد وهو الوصول إليه من خلال هذه الأكوان، فجعل ظاهرها غرة يغتر بها المغرورين من أصحاب النفوس الأمارة أو النفوس اللوامة إن كانت خسيسة في الطبع، وجعل بطنها عبرة لأصحاب القلوب المبصرة، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فجعل في بطنها العبرة. ولما كانت الدنيا في ظاهرها غرة لأنها خلقت من عدم ولأنها تفنى فهي غرور، ومتاع الحياة الدنيا متاع الغرور، سبحانه وتعالى بيّن ذلك في آيات عديدة وحذرنا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فبيّن بعد ذلك في هذه الحكمة أن الإنسان عليه إن أراد أن يطلب العز فلا يطلبه بعز من الأكوان، لأن الأكوان ثانية، وإلا يكون عزه يفنى مع فناء الأكوان، ولكن إن طلب العز يطلبه ممن لا يفنى فيستعز بالله. كل ما سوى الله، كل ما سوى الله يسمى الأكوان. جاية منين؟ طب جاية منين؟ من كن، سميت أكوان من كن، كن فيكون، لأن الله سبحانه وتعالى لما أراد خلق الخلق جميعا بما فيها من مجرات وسماوات وأراضين وملائكة وجن وإنس، كن فيكون، فسميت أكوان لكونها جاءت من لفظ كن، دي معنى الأكوان. فكل ما سوى الله أكوان، واضح؟ فإن أردت أن يقول في هذه الحكمة، إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعجز بعز يفنى. شوف الجمال، إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعجز بعز يفنى. والعز الذي لا يفنى هو عز الله، هو الوحيد الذي لا يفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان. والعز بالله يكون بالاستغناء بطاعة الله عن معصية الله، وبالقرب من الله عن القرب مما سواه، ويكون بالرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. لا تطع الله بالجوارح وتسخط بقلبك، لأن كل ما في الأكوان هو مراد الله منها، ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذن الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فعليك أن ترضى بقلبك وتسلم للحكمة وتطيع بجوارحك وتنكر بلسانك وتعذر بقلبك، واضح؟ إذا أنكرت المنكر تنكره بلسانك وتعذر بقلبك، أي تكون رحيما مع من تنكر عليه المنكر، تعذره لسابق قدر الله أن يأتي المنكر على يده، فتعذره لذلك لأنك تنظر بقلبك إلى الحقيقة، لأنه خلق فريق للسعير وفريق للجنة.
فتعذره لذلك وترحمه لذلك وتتمنى أن يخرج مما فيه من معصية إلى عز الطاعة، ولا تنكر عليه وأنت جاحد فيه وأنت كاره له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الكفار وقلبه كل شفقة به وقلبه كل رحمة عليه صلى الله عليه وسلم. يصلي على النبي كثير، لأن دي كانت حقيقة النبي مع كل من دعاهم وتعامل معه، حتى كان يحارب المحاربين والكفار وكان كل شفقة عليهم، حتى إن الكفار نفسهم كانوا يعلموا ذلك منه فكانوا يحبوه. يعني حتى الكفار كانوا يحترموا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يحبوه. لما يسألوا حد شهدته رأيك في إيه، يقول كلام ما يقولوش يمكن المؤمن دي. ليه؟ لأن القلب هم حسوا بقلب النبي ده في إيه تجاههم، ولكن هم حاربوا النبي لسابق شقاوتهم، لسابق شقاوتهم بس. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وعلشان كده لازم يكون قلبك ناظر للحكمة وجوارحك قائمة بحق الشريعة. فأنت تنكر المنكر لأنك مأمور أن تنكر المنكر وأن تغضب لله كما غضب أنبياء الله لله، ولكن في نفس الوقت تكون ناظر إلى بعين الحقيقة ومشفق لمن يفعل المعاصي، لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تستر، ويقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمن، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يبقى العز الذي لا يفنى هو عز الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: والله ما رأيت العز إلا في الذل، أي الذل لله، والذل هنا يقصد بالفقر إلى الله. كل ذل في كتب التصوف يقصد بالفقر إلى الله، لاستشعارك للفقر إلى الله، أنك أنت لا تستغني عنه طرفة عين ولا نفس، وأنك مفتقر إلى الله في كل حال، وأنك لست مستغنيا عنه في أي لحظة. هذا الشعور هو الذي يولد الفقر إلى الله، أي الذل له سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت يأتي مع الفقر إلى الله الاستغناء بالله مباشرة. إذا افتقرت إلى الله وعلمت أنه قوي قادر تستغني به عما سواه، فيتولد الضد من الضد، وسبحانه الذي يخلق الضد من الضد، والفقر غير الغنى. فإذا تحققت بالفقر خلق في قلبك عين الغنى في آن واحد، لأن يخلق الحي من الميت والميت من الحي، ويخلق من العدم سبحانه، ولا يستطيع أن يخلق النقيض من نقيده إلا الله فقط. أما أي إنسان مخلوق إذا فعل شيء لا يستطيع أن يفعل شيء الشيء النقيض من نقيده أبدا، ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته يجعل الداء هو عين الدواء. ودي آية كبيرة من آيات الله عز وجل. إذا افتقرت إلى الله تولد فيك الغنى في الله، فتصير أغنى الخلق بالله. حاجة غريبة أوي، فقر وغنى في آن واحد وهما نقيدين، الله يرفع عزك سبحانه وتعالى. إذا ذللت إلى الله أعزك الله وجعلك على رؤوس الأشهاد عزيزا. يبقى يجيء الذل يجيء منه العز، حاجة عجيبة. كل دي عجائب قدرة الله في خلق الله في قلب المؤمن. قلب المؤمن ده حاجة كبيرة أو غريب أو أغرب ما يكون، تبذر فيه بذر الذل يثمر العز، حاجة غريبة أو تبذر فيها بذر الفقر إلى الله يخرج منها ثمر الغنى بالله. يبقى بذرة ذل تطلع عز وبذرة فقر تطلع غنى، حاجة غريبة أو دي تطلع من الفسيخ شربات. ربنا قال، ودي من آيات الله في قلب المؤمن، من آيات الله الغريبة اللي الواحد مش واخد باله منها في قلب المؤمنين. ولذا يقول الإمام والشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: والله ما رأيت العز إلا في الذل. وقال شيخنا مولاي العربي، شيخ سيد بن بشيش اللي هو شيخ الحسن الشاذلي، وأنا أقول والله ما رأيت الذل إلا في الفقر، عرفك هو معنى الذل هنا هو الفقر إلى الله.
يعني أن الشيخ فسر الذل بالفقر، إذ لا يتحقق ذل الإنسان إلا بالفقر، بالفقر إلى الله مش للخلق. هتفتقر لفقير تبقى عين الفقر، فهمت؟ عين الفقر أنك أنت تفتقر لفقير أو تستغني بفقير، ولكنك تفتقر لغني وتستغني بغني، هو ده عين الغنى والعز. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الجبال ده في ايده وفي ايد غيره تراب، لو انت تقول اه هات كويس نستعملها حتى في الطاعة ونستعملها في الدعوة، ما انت قستك كلك جدل. لكن النبي ما عندوش الحكاية دي، والنبي عرضت عليه الحكاية دي وكان لسه في بداية دعوته، يعني كان محتاج المال علشان ينصر بيه دعوة الله، وكان محتاج الجند ومحتاج السلاح، محتاج الحاجات دي كلها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لانه يعلم الحقائق بحقيقتها ابى ان يبقى الجبال في يده ذهب وفي يد غيره تراب، لانه لو استغنى بالذهب لذهب عنه الغنى. اسمه ذهب، ذهب يعني رايح، لما تيجي تترجمها جاناوي حتى بالانجليزي رايح، فهمت ازاي؟ ذهب يعني ربنا سبحانه وتعالى سماه اسم حقير حتى عشان يعرفك انه هو هيذهب. فاوعى حد يستغني بشيء يذهب، ولا حد، ولكن اللي يستغني يستغني شيء باقي. فشوف ربك حتى من حقائقه في الاسماء ليه معاني، لما تيجي تفكر في اصل الكلمه. حتى الدنيا لما ربنا سماها دنيا، دنيا من الدناءه او من الدنو، من الدناء لأنها دنيئة دني، أو من الدنو لأنها قريبة الأجل فترة بسيطة وتعدي، فهي يعني جاية من الدنو أو من الدناءة، والاثنين وحشين. الإنسان يقول لك أنا عايز أستقر، أنا بدور على مستقبلي، فهمت إزاي؟ فلما يجي يقول مستقبلي إيه ودنيا قصيرة، يبقى مستقبلي الحقيقي في الآخرة، مستقبلي الحقيقي هو في الآخرة، لأن الإنسان عايز حاجة يستقر فيها، فهمت المسألة؟ فيعرف إن الدنيا دي أم ربنا يا طويل الدنيا. فتلاقيه عايش في الدنيا وطواهاله ونظر للآخرة في آن واحد. وعشان كده الطي ده هو ده الطي الحقيقي، مش يقول لك أهل الخطوة علشان يطوي المكان. طي المكان ده أسهل بكتير وقد يفعله بعد الصحراء. أما طي الزمان اللي هو أهل خطوة، يجي خط من قايتباي يلاقي نفسه في مكة من غير تأشيرة ولا طيار. ربنا بيطويها لبعض عباده. في ناس كده واخد بالك، لكن الله سبحانه وتعالى، لكن طي الدنيا اقوى في قلب المؤمن، وهي اشد كرامه من طي الزمان وطي المكان، للي يفهم المعاني، واخد بالك؟ لان لا تحدث طي الدنيا في قلب الا مؤمن، اما طي المكان قد يحدث للمؤمن ويحدث للكافر اذا استعان بالشيطان. ابدا الشيطان يشيله كده يوديه يصفر، ايه المشكله يعني؟ اما يلبسه جني ويشيل ويجيب الفانوس بتاع اسماعيل ياسين ويطلع له يقول له شبيك لبيك وينقل، فهمت ازاي؟ اللي في الفيلم ده ممكن، الحاجات دي كلها ممكنه عقلا ولا مش ممكنه؟ ممكنه عقلا، لكن طي الدنيا الى الاخره لا يحدث الا في قلب المؤمنين بس، انما ممكن طي المكان ده يحدث مع المؤمن ومع الاونتج. فانت احنا بندور على الحاجه الاهم اللي هي تحصل لاهل الخصوص بس، ما يشركهمش معاهم حد تاني. وعلشان كده ان اردت ان يكون لك عز لا يفنى فلا تستعجز بعز يفنى. انت تعرفش انا ابن مين؟ ابن مين ايه؟ ما الكل هيموت، كلكم لادم وادم من تراب. انت ما تعرفش انا مين؟ اذا كان مسؤول كبير او اذا كان بيقعد مع المسؤولين يقول له انت ما تعرفش انا بقعد مع مين؟ كل عزه في كلام فارغ، ده انا اشتريك واشتري اللي زيك علشان ارصدها في البنك، كلها في لحظه يخلوا الجنيه يساوي مليم. ممكن عالميا يلعبوا كده في الحاجات، يعوم لك مش عارف الجنيه، يمنع مش عارف الارصده، يضيع لك مش عارف ايه، زي ما حصل كده. يعني مثلا يعني عندك انت في العراق مثلا كان زمان الدينار العراقي باكثر من 14 جنيه مصري زمان في الخمسينيات، عارف الوقت الجنيه المصري بكام؟ بحوالي ها
لا لا مش للدرجات مش للدرجات بحوالي 250 دينار. شفت قد ايه الجنيه المصري بحوالي 250 دينار. يعني ايه؟ يعني ممكن باللعب ده ممكن يعني. فانت بتستعز بايه؟ بشويه مال في البنك، هوا تسيبهم، نفس يدخل ويطلع سبته، وتتحاسب عليهم، والورثه يقعدوا ايه يقسموه ويستمتعوا. فما تستعزش لا بمال ولا بحسب ولا بنسب، استعز بالله. ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن اللي ما يعرفش الحكايه ده يبقى ايه؟ يبقى منافق. ولكن المنافقين، يبقى اللي ما يعرفش المعنى ده منافق. صدق بقى، شوف الايه، ملمح الايه، ملمح الايه يخوف للي بيفهم. بس احنا بنقعد نقرا القران برابند، لكن فكرك انت لو ربنا عيشنا معنى ايه واحده والله ما نعرف نجيب الايه اللي بعدها، تقعد فيها طول الليل ما تخلصهاش في ملمح ايه واحده. لكن احنا عالم برابندات، نخلص جزئين وثلاثه وشغالين اي كلام، عالم شويه. لان انما لو ربك نور لك معنى ايه واحده والله تقضي فيها الليل كله وما تخلصش عجائب. فشوف انت مثلا، ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. ليه لله ولرسوله؟ لان رسوله ارتبط بالله، الهاء هنا تعود على الله، فعزته جت من الله، هو مصدر العزه الحقيقي. وللمؤمنين لانهم امنوا بالرسول فوصلهم لله فاستعزوا بالله، فكله جاي من الله. واللي ما يعرفش المعنى ده يبقى ايه؟ منافق. ولكن المنافقين لا يعلمون. هنجي لك شويه، صبر جميل. طي الدنيا في قلبك انك انت ما تنشغلش بعمرك وطول الامل فيها، ويبقى كل شغلك في الاخر، كان انت عديت عمرك وقاعد بتستعد للاخر، مش بتستعد بكره هعمل ايه في الدنيا. عايش بجسدك هنا، يعني عايش في الدنيا بتستعد للاخره، ادي معنى طي الدنيا. انما الثاني قاعد بيبني ويعمل ويوضب وطموحات طول الامل، عنده طول امل. فهمت ازاي؟ التاني اللي هو ايه، ما عندوش طي دنيا، ده عنده طول امل، عايز وعايز وعايز وعايز. نعم. وبعدين خد بالك ما تتغرش. والله انا امبارح مثلا في عيادتي جات لي ام دكتور صاحبي دفعتي، عندها مرض خبيث في الدم، وبقى لها 12 سنه وبتاخد علاج كيماوي فتره وتتحسن شويه وترجع تاني وبتاع. وكان جابها لي مره، عملت لها عمليه صغيره كده تسليك عصب. فجايه لي امبارح بابنها الصغير، دكتور برضه تاني بس اصغر مننا بحوالي 3 دفعات تحاليل. فبقول لها فين احمد؟ احمد ده ابنها اللي هو دفعتي. قالت لي ده مات، تعيش انت، مات بقاله اسبوع. يعني المده قريب قوي. بقول لها مات ازاي؟ قالت لي ابدا، ده جاله نزيف في المخ ونقلنا العنايه المركزه، قعد 3 ايام وبعدين اتدفناه. الدنيا كده بقى، الدنيا كده فجاه كل حاجه تعدي. امه اللي عندها ورم خبيث، مرض خبيث، عايشه وجايه لي لسه امبارح بتتعالج، يعني بتطلب علاج لان جالها جلطه لما زعلت على ابنها، جالها جلطه في رجلها، فجايه بقى بتطلب العلاج. المريض يعيش والسليم يموت. شفت الايات؟ فانت محتاج تطوي بقى، تطوي دنيتك لاخرتك بسرعه قبل ما يتسحب منك البساط من تحتك، بساط العمر، وتلاقي نفسك في لحظه. وما بتعرفش بقى الاعمار دي، ما بتعرفش صغير ولا كبير ولا الحاجات دي، ايات ايات كلها. فلازم تعرف الدنيا ماشيه ازاي. من كان يريد عزه فلله العزه جميعا. شوف كلمه جميعا دي، هي جميعها عنده. هو لو قال لك فلله العزه وسكت ما هو برضه للعزه، لكن علشان يجيب لك جميعا دي توكيد. لو انت خدت في لفظ التوكيد، واخد بالك، يقول لك كله جميع وبتاع، دي الفاظ التوكيد. فربك جايبها لك جميعا حتى يؤكد هذا المعنى، مش جايبها لك اعتباطا، لا، علشان ممكن يبقى عندك انت بعض الغرور ببعض الاشياء الاخرى، فربنا يحط لك جميعا دي علشان يأكدها لك. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. قال سيدنا علي كرم الله وجهه، خد بالك كلام سيدنا علي ده بقى يتوزن بذهب، سيدنا علي بالذات، لدرجه ساعات لما تقرا كلامه من غير ما تعرف ان ده كلامه تفتكره حديث نبوي من شده النور اللي فيه. واخد بالك سيدنا علي كلامه منور نور عجيب،
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعليين بابها، وقالوا أن في الرؤية اتبقت شوية لبن كده في الكأس اللي شربه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء سيدنا علي شربه. وده العلم، العلم اللي يوصل إلى الله، مش أي علم، العلم الموصل إلى الله. فسيدنا علي ده خد بالك منه قوي، يعني تاخد بالك من سيدنا علي قوي ده، لأن سيدنا علي ده ربنا جعله فاصل بين النفاق والإيمان. اللي يحب سيدنا علي يبقى مؤمن، واللي يبغى سيدنا علي منافق. يعني خد بالك منه قوي كده وحطه في مخك كويس، اوعى تنسى ده سيدنا علي كرم الله وجهه. نشوف سيدنا علي بقى بيقول ايه. من اراد الغنى بغير مال والكثرة بغير عشيرة فلينتقل من ذل المعصية الى عز الطاعة. شفت جمال الكلام؟ من اراد الغنى بغير مال والكثرة بغير عشيرة. تيجي تسأل واحد يقول لك انا مقطوع من شجرة، ده انا من عيلة بسيطة. طيب انت عايز تبقى بقى اعز من اللي من عيلة كبيرة؟ معاك فلوس يقول لك معيش. طب انت عايز ابقى معاك اكتر من اللي معاه فلوس كتيرة؟ اعمل بقى بكلام سيدنا علي. من اراد الغنى بغير مال والكثرة بغير عشيرة، عشيرة يعني عيلة، فلينتقل من ذل المعصية الى عز الطاعة. الطاعة ظاهرا وباطنا، خد بالك، وذروا ظاهر الإثم وباطنا. مش تجيب لي سبحة وتقعد تبسبس وقلبك كله غل وكله حرص، تبقى وانتج هتستفيد ايه بالبسبسة؟ ما القطة بتبسبس أكثر منك، فهمت؟ فلازم شوف، وذروا ظاهر الإثم وباطنا، مش مسألة أي حاجة كده مظاهر وخلاص، لا، المظهر مطلوب، لكن لو لم يكن معه قلب يطابق هذا المظهر بل يكون افضل منه يبقى نفاق على طول. نفاق كده مفيش دلع. ما هو المنافق مظهره مسلم وباطنه مدهول، كانوا بيصلوا خلف النبي، في اكتر من دي انت ما صلتهاش، انت ده صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا صوت النبي وبيقرا قران، وانت ما صلتش تسمع حتى الله اكبر منه صلى الله عليه وسلم تكبيره احرام واحد. وبالرغم من كده حجبوا بظلام قلوبهم عن سماع أنوار نبيه والوصول إلى الحق من خلال رسول الله اللي هو الأقوى موصل إلى الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي واحد هيجي من بعد النبي وارث ذرة من النبي، مش كله، فما بالك هو حضر مع الأصل وما استفادش. ليه؟ لأن قلبه كان في عزة بغير النبي وبغير الله، وكان مرتبط بالدنيا ومصالح الدنيا، وعلشان كده كانوا ايه، كانوا يبقوا مصالحين شويه اليهود بينهم وبينهم، يقول لهم عشان لو المسلمين اتهزموا يقول لهم احنا معاك مالناش دعوه، ولو المسلمين انتصروا هم باينين بوسطهم عشان ياخدوا الغنيم. فيبقوا لو ايه، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، لو وصلوا دول هم دول المنافقين، كانوا بيعملوا الحركات دي. فربنا ينجينا. شوف كلام سيدنا علي تاني، من اراد الغنى بغير مال. كلنا عايزين الغنى، يا سلام، حد فينا مش عايز يبقى غني؟ بس في واحد يقول لك انا بحاول اعمل اي مشروع بيفشل مني، لانه بيدور الغنى بالمال، وكل ما المشروع بتاعي ينجح الضرائب تيجي تقرفني، وكل ما تيجي الضرائب تقرفني ولا مش عارف ايه، ابص الاقي جالي منافس يعمل انتاج زي اللي كنت ببيعه يسحب مني السوق من تحت. شغلانه بقى مش هنخلص، مسكين قاعد بيحارب. لكن شوف الحكايه سهله، من اراد الغنى بغير مال والكثرة بغير عشيره فلينتقل من ذل المعصية. يبقى المعصية دي ذل ولا مش ذل؟ ذل. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بإيه؟ ببعض ما كسب. يبقى بذنوبهم المصيبة الشيطان عرف يضحك عليهم وجابها لهم، إنما لو ما كانوش اكتسبوا مظالم قبل كده ما كانش الشيطان يعرف يضحك عليهم. يبقى أنت طول ما أنت في الطاعة تبقى في قوة، أول ما يجي يستزل الشيطان إنسان بيستزله ببعض ما اكتسب من معاصي. فهمت إزاي؟ بس الكلام ده الواحد لو قال للناس يقول ده غلط، يعني الواحد قال لهم الكلام ده ما تقولش لحد، أنت تحقق بيه أنت في نفسك الأول، أنت مش وقت تقول لحد، أنت خليك في نفسك. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا كان غمس إيمان، مفيش عندهم الكلام ده خلاص. هتقول لك ده ضارب عصي. ما خليك ضارب كده والله. عايز اروح قلت الكلام ده للناس اقول لك انت مخ خلاص روح ضرب. اصل الفلوس كل حاجه دلوقتي.
وقال أبو العباس المرسي رضي الله عنه: والله ما رأيت العز إلا في رفع الهمة عن الخلق، ما رأيت العز إلا في رفع الهمة عن الخلق. يبقى همك بالله. وعلشان كده لما قال لك ورفع همتك من الخلق ومن الأكوان ومن كل ما فيها من زينة ورفعها وطوى ذلك كله إلى الله، فجاء لك في الحكمة اللي بعدها يقول لك إيه: الطي الحقيقي أن تطوى مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك. هو ده الطي بقى الحقيقي، تمهيد أو نتيجة، نتيجة للحكمة التانية. هو طي بقى الدنيا دي كلها، الطي الحقيقي. أصل في ناس كده بيعبدوا ربنا علشان يحصل له الكرامات، ناس كده قاعدة بتعبد ربنا ليل نهار علشان ايه، تبص تلاقي ايه، يمشي على الهوا، يمشي على المية وما يتبلش، يبقى حاوي يعني، عايز يبقى حاوي بس عن طريق الله. فهمت ازاي؟ فقاعد طول النهار يعمل، يقول له قول يا لطيف يا لطيف يا لطيف، تشوف الناس من ورا الحيطة. والله ما في حاجات كده، اوراد معينة لو قلتها بطريقة معينة تحصل لك نتيجة، واخد بالك ازاي؟ يا سلام، انا اعرف واحد كده قاعد يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف كذا مرة كده، زي ما الشيخ قال له، قاعد كده 3-4 شهور بس لا بيشوف الناس من ورا الحيطة، واخد بالك؟ اهو ده بقى ابدا سر الاسم، سر الاسم. لكن مش هي دي العبادة. وتعرف تدور عليه الوقت بقى الجدع ده تلاقيه بيصلي قليل وفي عبادته ضعيفة، لانه كان بيعبد الله على ايه؟ على علة، على علة. هو مش عايز الله، ده عايز الخصوصية، فربنا بيديله لعبة زي لعبة اطفال، قاعد كده طول النهار تقول لي يا لطيف يا لطيف، عايز تشوف من ورا الحيطة، طب شوف من ورا الحيطة خليها تنفعك. يوم ربنا يديك زي انت ما يبقى العيل دول قاعد ماسك في ديلك ويعيط طول النهار، وانت بقى دماغك وجعاك منه وزهقت من عياطه، تجيب له بقى اللي هو عايزه، تجيب له عشان يتلهي، حتى انت تقول له ايه، خد دي تلهي عنه، صح؟ فيلهيه، يلهيه بالكرامة عن عين الحقيقة. فهمت ازاي؟ ففي ناس كده عايز يبقى والي، يعني الوالي عنده هو حاوي كده، حاوي يقعد كده يعمل له مش عارف كده ايه، ويعمل له كده ايه، ويخش كده يقول له انت لسه قايل لفلان امبارح كده، يقول يا سلام ايدك ابو سام، مش ايه الناس كده. لكن الحكايه مش بالصوره دي. الطي معناه عند العلماء طي زمان وطي مكان، واخد بالك ازاي؟ وطي دنيا وطي نفس، اربع انواع. طي الزمان ده نادرا ما بيحدث، وذكر كده ان واحد مثلا ايه، ربنا سبحانه وتعالى يطويل الزمان فيقدر يعمل في زمن حاجة، زمن قصير حاجة طويلة، واخد بالك؟ زي ما سمعنا عن سيدنا عثمان بن عفان انه مثلا قرأ القرآن كله في ركعة وتر ونام شوية قبل ما الفجر يدن. الله، عملها ازاي دي؟ انت لو قعدت طول الليل تقرأ القرآن وتقرا بسرعه، حتى القرايه السريعه زي ما بقرا انا كده بلا تدبر، واخد بالك ازاي؟ قاعد شغال كده برابند، تلاقي نفسك يطلع عليك الفجر وانت مثلا في سوره الانعام ولا في التوبه، واخد بالك ازاي؟ ولا حتى في الكهف، جربناها يعني، واخد بالك؟ هي اقصاها 15 جزء، واخد بالك؟ تجيب ما تجيبوه، وبعدين يطلع عليك الفجر وانت مرهق، لكن ده هو قرا كل القران من اول الفاتحه لحد ما خلص كل عزو رب الناس في ركعه واحده وتر، ونام له شويه صحوه قالوا له الفجر، ومصلي الفجر. يبقى دي ما تحصلش الا لو كان ربنا سبحانه وتعالى طوال زمان بالنسبه لغيره وفرده بالنسبه ليه. فهمت ازاي؟ لدرجه ان احنا سمعنا دي كرامات، بتبقى طبعا كرامات وهم مش قصدينها، وهو لو حب يعملها تاني ما يعرفش. فهمت ازاي؟ خد بالك، لان بتيجي الوارد بغتة، بتيجي الكرامة كده بغتة بلا تحضير. ده هو كان ناوي الوتر، واخد بالك؟ ما كانش ناوي يخلص القرآن، ده هو بيقرأ الفاتحة وبعدين لقى نفسه كده ربنا خلاه يخش في البقر. ده هو كان ناوي يقرأ بعد الفاتحة كله ولا واحد، بس لقى نفسه دخل في البقر، وبعدين لقى نفسه خلص البقر بسهولة بخفيفة على نفسه، دخل بقى الله لقاها خفيفة، فكلها بتيجي من الله. لو جاي يعملها تاني يوم ما يعرفش. فهمت المسألة بقى؟ لأنها بتبقى كده منحة من الله. ده طي في الزمان. وفي طي في المكان، حصل لسيدنا عمر. سيدنا عمر بن الخطاب وهو واقف شاف سارية
في الشام وهو في المدينة طوال المكان كله الحمد، وهو واقف على منبره في المدينة المنورة، وسارية كان في الشام، واخد بالك؟ حصلت للصحابة اهو، وتحصل وحصلت لنبينا طبعا من الأصل طوال الزمان والمكان في رحلة الإسراء والمعراج، لأن لو لم يطوي له الزمان في رحلة الإسراء ما كانش زمانه جه لحد دلوقتي، ما كانش جه لحد دلوقتي، لأن ده السماء سمك السماء لوحده لو بتمشي بسرعة الضوء، بسرعة الضوء 500 عام تفضل تمشي في سماء واحدة 500 سنة على ما تخلص سمكها، وبين كل سماء وسماء 500 عام فضاء على ما توصل للسماء اللي بعدها 500 عام زيها. كان زمان سيدنا محمد لسه ما وصلش سدرة المنتهى لحد دلوقتي، لكن ده سيدنا محمد في رحلة الإسراء والمعراج ربنا طوال الأشياء دي كلها في الأرض في المكان وفي الزمان في آن واحد، لدرجة ان رجع لقى فراشه لسه دافي كأنه سابه من لحظات، زي انت لما تخش دورة المية كده تقوم وانت نايم في ليلة الشتاء تخش دورة المية ترجع تلاقي الحفك لسه دافي، يا دوب مسافة ما شربت مثلا ولا دخلت تبولت ورجعت على طول. حاجة غريبة، مش دي حصلت لنبينا؟ ما حصلتش لحد زي نبينا بقى. طي الزمان والمكان في آن واحد، في آن واحد ما اجتمعش الاثنين دول في مخلوق إلا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن يعني دي اقوال بس يعني بيتهيالي ان هي حملت 9 شهور، وبيقولوا انها ولدته من تحت سرته، لكن بيتهيالي انها ولدته من الفرج والله اعلم. نزل كده ربنا فتحها وقفلها، وردت الحاجات دي، لكن انا بيتهيالي والله اعلم ان هو ولد ولادة طبيعية عادية زي سائر الخلق، وبعد 9 أشهر، واخد بالك كده والله أعلم، لأن كانت تحمل وتعدي على امرأة عمران كانت حامل في يحيى، وهي كانت حامل في سيدنا عيسى، فتقول لها رأيت في المنام أن من في بطنك سجد لمن في بطنه، سجود تحية يعني سجود تحية، مش اكبر منه كتير ولا حاجه، ده ابناء الخاله وتلاقيهم عمرهم متقارب، عمرهم متقارب، بيقولوا بقى كلام الناس كتير. فالطي الحقيقي ان تطوى مسافه الدنيا عنك حتى ترى الاخره اقرب اليك منك، ففي حاجه اسمها طي الدنيا، طي المسافات، وطي الزمان، طي المكان وطي الزمان، واجتمعوا في الإسراء والمعراج لنبينا صلى الله عليه وسلم، وحدثت بعضها في الزمان لسيدنا عثمان والمكان في سيدنا عمر، وفي حاجة اسمها طي النفوس، طي النفوس أن يطوي الله عنك عيوب نفسك فتصل إليه، يخبيها عنك يعني يخلصك منه، طوى عنك كل عيوب نفسك بفضله وكرمه بلا مجاهدة فوصلت إليه، أو مع قليل من المجاهدة يعينك، ما تتناسبش مع اللي وصلت له، جاهدت كده حاجات بسيطة كده لكن إيه طواهالك، وبعدين بعدين مش هتفرق، أصل ده علم يعني معلومة لا يعني الجهل بها لا يضر والعلم بها لا ينفع، حملت في ناس قايلين فيها كمان إنها حملت من الفجر ولدته الضحى، ولدته قبل الظهر، ايه اقوال كتيره يعني احنا مالنا لنا ما يجراش حاجه، يقولوا اللي يقولوه، سوره ال عمران على طول ورا بعض الايه معروفه. حاضر حاضر يا سيدي. فطي النفوس بالغيبه عما سوى الله، فربنا يطوي نفسك وشهوتها وطلباتها فلا تجد الا الله ولا تنظر لنفسك، انما الطي الحقيقي بقى، الطي الحقيقي ان ربنا يطوي لك الدنيا في قلبك كلها تبقى كده حتة جناح بعوضة ولا تساوي، تبقى عندك حقيرة، تبقى زي اسمها دنيئة، فتلاقي نفسك بقيت حاجة ثانية بتعمل للآخرة مش بتعمل للدنيا، هو ده الطي الحقيقي، دي الكرامة الكبيرة، دي الكرامة الكبيرة، مش تبقى حاوي. ولما حصل لسيدنا عمر وطي المكان حصل له، حصل له فجأة، هو مش مرتبها، نايم بالليل قال أنا الصبح وأنا واقف على المنبر هشوف سرية وأفضل بتاع أعملها مظهرة، دي بتجي له فجأة كده إكرام،
واخد بالك، ودي اتكلمنا عليها بحكمة مخصوصة، لأن الحاجات دي بتيجي فجأة بغتة. وكان شيخ شيخنا رضي الله عنه يقول: لا تفرحوا للفقير إذا رأيتموه يصلي كثيرا أو يذكر كثيرا أو يصوم كثيرا أو يعتزل كثيرا حتى تروه زهد في الدنيا. ما لو مش زاهد في الدنيا قاعد يصلي كثير عشان الناس تحبه وتديه، وقاعد يذكر كثيرا علشان الناس تقول له يا مولانا ادعي لنا ويعزموه عندهم ياكلوه ايه ملذ وطاب، هو لسه دي فضله، وعلشان يقضوا له مصالحه، وعلشان يوصلوا للناس المسؤولين، وعلشان وعلشان وعلشان، لان هو مش زاهد في الدنيا، فقاعد بيعمل الحاجات دي كلها مظهره علشان يوصل. عشان كده يقول لك ما تغترش بالفقير الذي اذا رايته يصلي كثيرا ويذكر كثيرا ويصوم كثيرا ويعتزل الناس كثيرا حتى تروه زهد في الدنيا ورحل عنه بقلبه ولم يبق لها التفات إليها، فحينئذ يفرح به ولو قلت صلاته وصيامه وذكره وعزلته. مش مهم انت تعرف، المهم انت تسلك هذا الطريق تبقى كده، انت ما تفرقش بقى، ولو سلكت الطريق وصدقت ربنا هيوريك الصادقين في سكتك، ولو مركش يخلي انسك بالله. فهمت ازاي؟ لان مش هدفك انك انت تشوفهم، ولا هدفك انك انت تشوف قطب الزمان ولا الابدال ولا الاولياء والنجباء، مش هدفك ده، هدفك ان تصل الى الله. فاذا وصلت الى الله ووجدت الله وجدت كل شيء، واذا فقدت الله فقدت كل شيء. قال في التنوير: لا تدل على فهم العبد كثرة علمه ولا مداومته على ورده، وإنما يدل على نوره وفهمه غناه بربه وانحياشه إليه بقلبه. يبقى هنا مش انحياش جسدي قاعد عازل نفسه، لكن قاعد مستني ودنه على الباب مين اللي معدي عشان يجيب له الرقاق ويجيب له الجلاش ويجيب له الأكل. يبقى قلبه ملتفت وهو قاعد شغال، مش هو ده المثال. مسألة إن قلبك هو اللي يبقى مش ملتفت، ولو التفت بعينك مش مهم بقى، المهم قلبك، عين قلبك بصة فين، هي دي المسألة. وعلشان كده تجد النبي منهمك مع الخلق بجسده وملتفت بقلبه كله لله، هو ده حال الكامل. الكامل كده تلاقيه في الأسباب 100%، ياخد بالأسباب في الظاهر 100%، ايده كلها وكله جوارحه شغاله في الاسباب على اعلى مستوى بقدر ما ربنا يعينه، وفي نفس الوقت قلبه مش ملتفت للاسباب خالص، ده التفاته لله. فاللي يشوفه من بعيد يفتكره منهمك في الدنيا، واللي يشوف حقيقته يجده منهمك بالاخره. وده حال النبي لما كان يجيش الجيوش وياخد بالاسباب ويعد العده وينظم الناس، كل الحاجات دي كان كلها في ظاهره صلى الله عليه وسلم اخذا بالاسباب قياما بظاهر الحكمه، ولكن قلبه كله ملتفت إلى ربه، هو ده الكمال. فهمت المسألة؟ وعشان كده يقول لك إيه: لا تدل على فهم العبد كثرة علمه ولا مداومته على ورده، وإنما يدل على نوره وفهمه. خد بالك إن مداومته على ورده دي حاجة برضو حلوة، لكن ما تدلش على فهمه، لأنه لا يستطيع أن يداوم على ورده إلا بوارد من الله، فدي برضو كرامة حلوة إنه يقدر يداوم على ورد الطاعة، دي حاجة كبيرة. لكن في اللي اكبر منه، ان بقى ينور، ان الورد ده يثمر في قلبه النور بقى، ما يبقاش كلامه خلاص. يقول لك انا بقالي 20 سنة بختم القرآن كل اسبوع، وبعدين ايه الانوار اللي حصلت لك والفهم اللي جالك في قلبك من هذا؟ هل قلبك ما زال ملتفت الى الدنيا، ولا صار ملتفتا الى الله بالكلية؟ لو ما زال ملتفتا الى الدنيا، انت صحيح ليك كرامة انك انت ما زلت ربنا مواظب لك على وردك وأعانك على ذلك السنوات الطويلة، لكن أنت لسه ما زلت من عوام أصحاب اليمين. لكن إحنا بنتكلم على أحوال المقربين. المقربين دي حاجة تانية. أنت صحيح من أصحاب اليمين، داخل الجنة، مبروك عليك، يلا يا عم شيل. لكن إحنا بنتكلم على المقربين اللي هم الخصوص، أهل الخصوص. هم دول بقى. هم دول اللي قلبهم لا يلتفت إلا إلى الله. مش ملتفت حتى لورده. ولا ملتفت حتى لذكره، ولا ملتفت لعبادته، بل ربنا غيبه عن عبادته إلى الله فلا ينظر لها ولا يتذكرها، بل إذا قابل الله لا يذكر أنه فعل شيء
وهو ليل نهار كان بيعبد ربه، لكن عندما يذكر لقائه بربه كأنه ما عملش حاجة، لا يذكر شيء. ليه؟ لأنه من كمال افتقاره إلى الله ونظره إن عبادته معلولة، فمش معتمد على حاجة معلولة، ده معتمد على ربه بس وعلى رحمة ربه بس. فهمت ازاي؟ ده حاله كده. وعشان كده الكلام كله على القلب، خد بالك. لما نقول الملتفت يقصد القلب مش عينه. عينك بص فيها اللي انت عايزه، ما تدورش، ما ليش دعوه، انا بكلم على عين قلبك، بصيرتك بصل فين، هي دي المساله. وانما يدل على نوره وفهمه غناه بربه وانحياشه اليه بقلبه وتحرره من رق الطمع وتحليه بحليه الورع، وبذلك تحسن الاعمال وتزكو الاحوال. وبعدين بعد كده علشان قال لك ترفع همتك عن الخلق، قال لك الحكمة الأخيرة في هذا الباب، الباب التاسع، آخر حكمة بقى في الباب ده عشان نقف على بداية الباب العاشر. العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الحق إحسان. شفت الجمال؟ احنا قايلين إن لا يبلغ العبد النور البصيرة إلا لما يرى العطاء في عين المنع والمنع في عين العطاء. مش كنا قايلين كده؟ نقرا نصها، لكن احنا المهم المعنى فاهمينه. متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع هو عين العطاء. كويس؟ طيب نيجي بقى للحكمة الأخيرة. العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. ليه العطاء من الخلق حرمان؟ لأن فيها شهوة نفوس، وهتجيلك نفسك لما تيجي تاخد من الخلق تميل للخلق، طبيعة الإنسان كده يميل للي بيعطيله. يبقى لما هيعطيك الخلق تميل لهم، يبقى حرمت من الميل إلى الله، يبقى حرمان ولا مش حرمان؟ وحرمت من الاعتماد على الله المباشر، يبقى حرمان ولا مش حرمان؟ ودخل الخلق في قلبك فخرج الحق منه، يبقى اتحرمت ولا ما اتحرمتش؟ وخرج الاعتماد على الله إلى الاعتماد على الخلق، يبقى حرمان ولا مش حرمان؟ حرمان. لا، ما هو ربنا رحمته واسعة ما خلاهاش كفر، خلى بس الإنسان اللي بالطريقة دي ينزل من المقربين إلى عوام أصحاب اليمين، من رحمته، من رحمته بس. لكن لو ربنا هيعاملنا بالحقيقة لكان كل الناس دي مشركين، لأن هو بينظر لهواه ويقدم هواه على مراد الله، أصبح أشرك بالله بهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة؟ لكن ربنا رحمته واسعة. احنا بنتكلم على أهل الخصوص. العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. لأن لما يمنعك الله، يمنعك الله من شيء ويفتح لك باب عطاء من جهة أخرى. قد يمنعك شيء تطلبه الآن لأنه لا يحسن لك أن تأخذه الآن، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أنك لو أخذته الآن قد ينجر وينقلب إلى ما يبعدك عنه فيمنعك، أو ما يضرك في دنياك، أو ما يضرك في دينك فيمنعك، ويدخره لك في وقت تستفيد به إما في الدنيا أو يدخره في الآخر للآخر. يبقى لما بيمنعك، بيمنعك كما يمنعك الطبيب عن الطعام المشتهى حتى تبرأ، مش كراهية منك، تيجي مش كراهية ايه منه سبحانه وتعالى فيك. تيجي انت نفسك تاكل اكلة حلوة وانت عيان عندك مثلا، او عند اللي عنده، بلاش عندك انت، يعني واحد عنده تيفود يعني حمى في الامعاء، لازم بقى ياكل اكل بخفيف وكميات بسيطة وما يبقاش مسبك ولا سمين، وياكل سلطات وست سبع وجبات، كل وجبة تلات اربع اطماط وكده. لكن هو بقى طفص عايز ياكل وز وبط وبتاع، هو ينتكس على طول ويزداد مرض. فيقوم يجي ابوك اللي بيحبك ونفسه يجيب لك كل حاجه، وامك اللي بتحبك ونفسك، تيجي تقول لها عايز كذا، تقول لك ممنوع، ولو كنت صغير يمكن تضربك على ايدك كمان، ولو كنت كبير ما تدخلهاش البيت طول ما انت عيان، ما تعملش حاجه في البيت عشان حتى ايه، حبا فيك. تحرم هي نفسها علشان تاكل زي انت ما بتاكل، يبقى هي بتمنعك حبا فيك وكذلك ربك. فاذا نظرت الى المنع من الله بهذا المعنى تعرف انه هو عين العطاء وهو عين الاحسان، حتى لا يشغلك بشيء عنه سبحانه وتعالى.
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وبعدين لما ربنا بيمنعك بيديلك دوام الوقوف ببابه، يا سلام على دوام الوقوف بباب الرحمن وكثرة الدعاء واللهج بالدعاء. كل ما بتبقى في ضائقة تلاقي نفسك تزيد صلواتك ويزيد دعواتك وتجيب كتب الأوراد واستبح وشغال مهلوبة. ليه؟ لأنك في زنقة. فلو ربنا ادالك الحاجة اللي انت عايزها على طول وفكلك الزنقة دي بسرعة هيقل إقبالك. لا، ده هو عايزك تبقى مقبل باستمرار في دوام، يقوم يأجل لك الحكاية شوية، يأجلها لك شوية. يبقى المنع هنا إحسان ولا مش إحسان؟ عين الإحسان. يبقى ربك سبحانه وتعالى لما بيأخر بيأخر رحمة بيك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. سبحانه وتعالى. وهذا آخر الباب التاسع وحاصلها علامة كمال العارف.